أبارك لأبناء الطلاب في هذا اليوم الذي تخرجوا فيه من المرحلة الابتدائية للمرحلة المتوسطة. هذا اليوم السعيد علينا جميعا، هذا اليوم وفي هذا الحفل البهيج الذي غمرنا فيه الطلاب بكرمهم وبمشاعرهم اتجاه معلميهم. حقا من أجمل لحظات المعلم أن يجد طلابه متخرجين من المرحلة الابتدائية ويبدأوا مرحلة علمية جديدة. هذه لحظة جميلة ينتظرها كل معلم في نهاية السنة. أبارك لطلابي مجدداً، وأسأل الله العزيز القدير أن يبارك لهم، وإن شاء الله نراهم في أعلى المراكز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً إلى اللي تدعي وتصلي، شكراً سهرتي معانا واللي سندنا في كل عمرنا، ظل علينا بحنانا. تخرجنا وحفلنا اليوم، علقنا صورنا.